خلال مقابلة مع أكسفورد بيزنس جروب، الرئيس السيسي يؤكد أن شباب مصر هم أعظم مواردها وأنه يعمل على الاستفادة من إمكاناتهم. الأمم المتحدة تقول إن 50,000 مدني نزحوا بسبب القتال في الغوطة الشرقية خلال شهر واحد. الرئيس ترامب يوافق على عقد قمة تاريخية مع زعيم كوريا الشمالية في مايو القادم مع استمرار العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ. العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش، موعد لنشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن شباب مصر هم أعظم مواردها حيث سيصبحون محرك النمو المستدام، مشيرا إلى أنه يعمل على أن يستغل اقتصاد مصر إمكانات هذا المورد البشري الهام لأقصى درجة من خلال توليد فرص عمل كافية ومثمرة. كما أكد الرئيس السيسي خلال المقابلة التي أجراها مع شركة الأبحاث والاستشارات العالمية أكسفورد بيزنس جروب دور مصر الفاعل في الشرق الأوسط، مشددا على قناعة القاهرة بعدم جدوى أي حل عسكري فقط للأزمات المستمرة في المنطقة، مشددا على أن حل القضية الفلسطينية يتصدر أولويات مصر. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على ضمان أمن واستقرار البحرين ومنطقة الخليج العربي باعتبار أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي أمس وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد الخليفة، حيث نقل رسالة من جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين تضمنت التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وخصوصيتها وسبل تعزيزها في المرحلة المقبلة. وفي حوار لصحيفة الأهرام أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة أن مصر مصدر ثقل واتزان في المنطقة وأن قوتها واستقرارها قوة وسند العرب. وأضاف العاهل البحريني في حوار مع صحيفة الأهرام أن مصر شهدت إنجازات ومشروعات قومية كبرى في ظل ما تتمتع به من أمن واستقرار تحت قيادة الرئيس السيسي، وشدد على ثقته بقدرة مصر على تطهير سيناء من الإرهاب، معربا عن استعداد البحرين للإسهام في الاستثمار بأرض الفيروز. وأكد أن محاولات التدخل الخارجية والاضطرابات التي تشهدها المنطقة لن يتم تجاوزها إلا بتكاتف العرب جميعا والالتفاف حول مصر ودعمها. وحول رؤيته للقمة العربية المقبلة بالرياض أوضح عاهل البحرين أنها ستكون فرصة لرسم استراتيجيات جديدة للعمل العربي المشترك بعيدا عن الاستراتيجيات القديمة المستهلكة. تحتفل مصر والقوات المسلحة اليوم بيوم الشهيد والمحارب القديم الذي يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة أثناء حرب الاستنزاف تكريما له وفخرا لبطولاته. وبهذه المناسبة أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم. وأقام القائد العام يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول
وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد. ثم توجه الفريق أول صدقي صبحي، يرافقه الفريق محمد فريد، إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات لقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة. وفي نهاية المراسم صافح القائد العام عددا من قدام القادة السابقين وكبار قادة القوات المسلحة. أكد المتحدث العسكري عقيد تامر الرفاعي أن أبطال القوات المسلحة والشرطة مستمرون في تنفيذ المهام المقدسة بروح معنوية عالية لتطهير سيناء من البؤر الإرهابية. وفي مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل العملية المستمرة الشاملة سيناء 2018، أشار الرفاعي إلى القضاء على 105 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة وتدمير 471 عبوة ناسفة. تدمير كافة الأماكن والبؤر الإرهابية المكتشفة بواسطة القوات الجوية، القضاء على 105 فرد تكفيري، القبض على 2829 فرد ما بين عناصر إجرامية ومطلوبة جنائيا أو مشتبه في دعمهم للعناصر التكفيرية. وهذا السياق يا فندم احنا تم الإفراج عن عدد كبير من العناصر المقبوض عليهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وثبوت عدم تورطهم في أي قضايا مع تسليمهم كافة المتعلقات الشخصية. تدمير 1907 وكر ومخزن للعناصر الإرهابية تستخدم في الاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية والأسلحة والذخائر والألغام والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، مع اكتشاف وتدمير 2 مركز إعلامي و2 مركز إرسال تستخدمها العناصر الإرهابية، واكتشاف وتدمير 471 عبوة ناسفة وكميات كبيرة من مادة C4 والTNT والأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، واكتشاف وتدمير وضبط عدد 157 عربة و387 دراجة نارية خاصة للعناصر التكفيرية، مع اكتشاف وتدمير وضبط عدد 41 عربة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر على الحدود الغربية والجنوبية، وضبط 129 بندقية خرطوش و461 فرد أثناء محاولة التسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود الغربية والجنوبية، مع قيام قوات حرس الحدود بالتعاون مع المهندسين العسكريين باكتشاف وتدمير 5 فتحة نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء. ده طبعا بالتوازي مع ملاحقة العناصر العاملة في مجال زراعة وتهريب المواد المخدرة، وتم تدمير 116 مزرعة لنبات البنجو المخدر، وضبط 51.6 طن من المواد المخدرة و2 مليون و150 ألف قرص مخدر. ونتيجة الأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات استشهد عدد 16 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 19 آخرين أثناء مداهمة البؤر الإرهابية، وتعزي القوات المسلحة شهداء الأبرار، وتتمنى من الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة. كما أكد العقيد تامر الرفاعي أنه قد تم رصد محاولات من بعض وسائل الإعلام ببث رسائل غير صحيحة ومعلومات مضللة حول العمليات ضد الإرهاب في سيناء، مناشدا وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر والرجوع للمصادر الرسمية للمعلومات. برز محاولة الأبواق الإعلامية المناهضة للدولة وكذا التابعة للتنظيمات الإرهابية بتحفيز العناصر الإرهابية على القتال ضد قوات الجيش والشرطة المصرية، فضلا عن محاولة بث رسائل سلبية تضر بسير العمليات،
ونؤكد على كافة وسائل الإعلام بعدم تناول أي أخبار مغلوطة وغير صحيحة والرجوع إلى المصادر الرسمية. القوات المسلحة حريصة على إمداد وسائل الإعلام بالبيانات العسكرية بصفة مستمرة. نظم حزب حماة الوطن بالمنوفية مؤتمرا جماهيريا حاشدا بقرية سنتريس مركز أشمون بمحافظة المنوفية لدعم عبد الفتاح السيسي لترشحه لفترة رئاسية ثانية. وأكد أهالي محافظة المنوفية خلال المؤتمر دعمهم الكامل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. تأييدا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، عقد حزب حماة الوطن بمحافظة المنوفية بمركز أشمون مؤتمرا حاشدا لدعمه. القائمون على المؤتمر قالوا إن دعمهم للسيسي هو دعم لاستقرار مصر، خاصة بعد الإنجازات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية. هو بدأ في جميع المجالات، سواء زي حضرتك ما قلتي الناحية الاقتصادية، التعليمية، الصحية، المكانة الدولية، تسليح القوات المسلحة، تطهير سيناء من الإرهاب. فاحنا الحقيقة يعني بنأمل ان احنا في خلال الفترة القادمة ان يتم موضوع تقنين الأراضي اللي تم البناء عليها لصالح الدولة ويكون العائد للخزانة العامة ان شاء الله. وشارك عدد كبير من أعضاء مجلس النواب والقيادة التنفيذية والشعبية والأهالي بالمحافظة خلال المؤتمر لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية. مشروع القومي للطرق الرئيسية في جمهورية مصر العربية، ودي هتسري الاقتصاد المصري وهيبان أثرها في السنوات المقبلة إن شاء الله. قول للرئيس السيسي إن شاء رب العالمين في خلال الأربع سنين القادمين بإذن الله ربنا يوفقك وتمم مشاريعك اللي فتحتها بخير إن شاء رب العالمين، ويبقى في جديد، لأن دايما حضرتك وسيادتك عودتنا على إن دايما يبقى في جديد. البعض رأى أن المرشح الرئاسي عمل خلال الفترة الماضية على إحداث نقلة نوعية في مختلف مناحي الحياة، أميلين مزيدا من دعم المرأة ومكافحة البطالة في محافظة المنوفية. فهذا الرجل وحد ليس الشعب فقط وإنما الطوائف المذهبية كمان بين المسلمين والمسيحيين. إن عمل برضو للسيدات الأرامل والمطلقات واللي ليهم ظروف خاصة، عمل لهم برنامج تكافل وكرامة من خلال الشؤون الاجتماعية، بالإضافة لإن برضو الإنجازات اللي هو بيعملها دلوقتي إن إحنا عايزين مزيد من الاهتمام بالمرأة. فلاح اللي عمره ما وقف في مظاهرة ولا وقف أي تظاهر في مصر كلها بيدعم السيد الرئيس، لذلك بنرجو منه دعم الفلاح المصري اكثر واكثر في الفتره القادمه ان شاء الله. السنه لي يعني مطلب لمحافظه المنوفيه يربط محافظه المنوفيه بمحافظه القلوبيه بكوبري على القناطر الخيريه. ياتي هذا المؤتمر ضمن سلسله مؤتمرات على مستوى الجمهوريه من الحملات الدعائيه للمرشح عبد الفتاح السيسي خلال الفتره التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات. في محافظة المنوفية احتشد الأهالي لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لأنهم يرون أنه حقق إنجازات خلال السنوات الماضية وملون المزيد في الأعوام القادمة. أسمع حسن، النيل. أكد المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى أن أي دولة مهما كانت غنية فإنها تعجز عن أن تغطي كل الخدمة الصحية لكل مواطنيها، حيث تضطر الدولة في النهاية إلى السماح للقطاع الخاص بالمساهمة، مشيرا إلى أن هذه المساهمة يجب أن تقتصر على تقديم الخدمة فقط دون أي تعامل مالي مع المرضى. كما أكد موسى أنه لا يجوز أن تنسحب الدولة من قطاع التعليم وأن تسمح للقطاع الخاص بالتعامل التجاري والاستثماري والمالي مع الدارسين. وأشار موسى أيضا إلى أنه لا يجب أن تنسحب الدولة تماما من قطاع التوظيف تحت مسمى حرية السوق، مشيرا إلى أن الدولة عليها إعداد برامج تدريب مناسبة للخريجين بحيث تتمكن من ربط التعليم باحتياجات سوق العمل.
قام وفد من مديرية أمن القاهرة أمس بزيارة إحدى دور رعاية المسنات وقضى يوم كامل مع النازلات وتوزيع الهدايا عليهن في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. يأتي هذا تزامنا مع فتح العيادات الطبية في مستشفيات الشرطة بكافة التخصصات ولمدة 3 أيام لتوقيع الكشف الطبي على السيدات بالمجان. المرأة المصرية رقم مهم في معادلة البناء والتنمية والتحدي والتضحية، لذلك حرصت مديرية أمن القاهرة أن تحتفي باليوم العالمي للمرأة بشكل مختلف، وهو الذهاب إلى إحدى دور رعاية المسنات لقضاء يوم مع نازلات الدار وتوزيع الورود عليهن تقديرا لعطائهن وإيمانا بدور المرأة ورسالتها السامية في خدمة المجتمع. نيجي بنقول للمرأة المصرية كل سنة وانت طيبة، وأمهاتنا رد للجميل اللي بذلوه طوال السنين اللي فاتت. نحتفل مع أمهاتنا اللي هم نص المجتمع، نقول لهم كل سنة وهم طيبين، ونقدم لهم هدايا كعرفانا اليوم بالجميل اللي أدوه ورسالتهم في الحياة بالنسبة لأولادهم وبالنسبة لمجتمعهم. وفد مديرية أمن القاهرة من الضباط والضابطات قاموا بالمرور على غرف إقامة النازلات وتوزيع هدايا عليهن، لفتة لاقت إشادة نازلات الدار الذين عبروا عن سعادتهن بهذه الزيارة والتي تعكس تقديرا من وزارة الداخلية للمرأة المصرية. وزارة الداخلية بتدرك تماما دور المرأة في المجتمع وأن هي نص المجتمع، وعشان كده احنا موجودين النهاردة هنا بنشارك المرأة في احتفالها باليوم العالمي للمرأة. الحقيقة دي تبقى حاجة جميلة قوي ان احنا بنشوف ناس يعني عندهم احساس بالخدمات اللي احنا بنقدمها للمسنين، ومش بس المسنين، الحقيقة لفئة كبيرة من الناس اللي هي عندها احتياج لأي حاجة، سواء كان احتياج مادي او معنوي. ودايما كده تحنوا علينا ودايما تجونا، ونتمنى ان احنا نشوفكم كل وقت. دي تالي سنه بيزورونا بالطريقه دي، وحقيقه بنستناهم ومبسوطين جدا جدا باليوم ده، كلنا نزلنا كلنا مستنيين الحقيقه يعني. بهذه المناسبه ايضا تم فتح العيادات الطبيه بمستشفيات الشرطه بكافه تخصصاتها ولمده 3 أيام للكشف الطبي على السيدات بالمجان، في اطار حرص وزاره الداخليه على تفعيل الدور المجتمعي والانساني وتعظيم المبادرات الانسانيه. أعلنت المتحدثة باسم الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ليندا توم أن القتال في منطقة الغوطة الشرقية دفع كل سكان بلدات مسرابة وحمورية ومديرة إلى الفرار، وعددهم يبلغ نحو 50,000 شخص. من جانب آخر، طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف بالإسراع في تقديم المساعدات بشكل عاجل للأطفال في الغوطة. يأتي هذا بينما أعلن مركز المصالحة الروسي أن 1,500 على الأقل من سكان الغوطة الشرقية على استعداد لمغادرة المنطقة المحاصرة في الوقت الذي يواصل فيه المسلحون منعهم من الخروج. أعلن الجيش السوري أنه تمكن من فصل الغوطة الشرقية إلى شطرين بعد معارك عنيفة مع العناصر المسلحة، وتزامنا مع استهدافه للخطوط الدفاعية لمقاتلي جبهة النصرة وفيلق الرحمن في مسرابة، مهد الجيش السوري لدخول وحدات المشاة وتأمين معبر إنساني آخر لخروج مدني الغوطة الشرقية. الخط الواصل من أقرب نقطة بين بلدة بيت سوى التي سيطر عليها الجيش السوري مؤخرا، وأول موقع من جهة إدارة المركبات، لا يعد كونه 1.5 كيلومتر، بل يعني قطع الجبهات في الغوطة إلى شمالية دوما وحرستا، وجنوبية وهي سقطة وحمورية وجسرين وجوبر وشطر الغوطة. تم الجيش من عدة محاور لإطباق الطوق مثل ما قلت لك على مدن الغوطة الشرقية كمرحلة أولى، من ثم إرغام العصابات المسلحة الإرهابية على التسليم، استطاعوا لم يستطيعوا تكون المرحلة الثانية إطباق الطوق بأقل من 2 أسبوع على كل مدن الغوطة وتحرير الغوطة الشرقية. حالة من الغليان الشعبي شهدتها بلدات حمورية ومسرابة المتاخمة لمدينة دوما، مطالبة بدخول الجيش السوري والقضاء على المسلحين.
عمليات عسكرية معقدة وتكتيكات قتالية تختلف من مرحلة لأخرى. نظرا للتحصينات الكبيرة لجبهة النصرة الإرهابية وفيلق الرحمن اللذان استفادا من طبيعة الغوطة الخصبة مستخدمين السلاح المائي لإعاقة تقدم الجيش الذي بات يسيطر على أكثر من 65% من المساحة الكاملة للغوطة الشرقية. المجموعات الإرهابية المسلحة استفادت من طبيعة الأرض وحفرة خنادق بعرض أكثر من 3 أمتار وعمق 5 أمتار، كان هذا كتير معيق للقوات المهاجمة من عدة محاور. استطاع المسلحين الاستفادة من الأهالي المدنيين كدروع بشرية اللي كانوا يستخدمون بمدينة أوتايا وبيت نايم بشكل ملحوظ. فصل الجماعات المسلحة فيما بينها وتطويق المدن الرئيسية سطرت نصرا جديدا في معركة الغوطة الشرقية التي تشهد فصولها الأخيرة. كسر خطوط الدفاع الأمامية لجبهة النصرة والتنظيمات الموالية لها في حوش الظواهرة وحزرمة مهد الطريق أمام وحدات من الجيش العربي السوري والقوات الرديفة في توسيع رقعة الأمان وفي ضبط بعض من مرابط الهاون التي كانوا يستهدفون بها العاصمة دمشق وريفها، بالإضافة إلى تضييق الخناق على العصابات المسلحة في المدن الرئيسية في الغوطة الشرقية. من الغوطة الشرقية لقناة النيل للأخبار، رنا المتوالي. للمزيد من المتابعين انضموا إلينا عبر الهاتف دكتور إبراهيم زعير أستاذ الإعلام بجامعة دمشق، بعد التحية. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا. دكتور إبراهيم، كيف تقيم آخر الأوضاع الميدانية في الغوطة الشرقية؟ يعني أعتقد هذا التقدم السريع نسبيا وتحرير العديد من البلدات المهمة ربما سيكون تحرير الغوطة ليس بعيدا بالكامل، واستسلام المسلحين بعد أن تم تطويق العديد من المواقع التي يتواجدون فيها. الأكثر أهمية أيضا أن المواطنين الذين يتواجدون في المناطق الإرهابيين يقومون بمظاهرات ويرفعون العلم السوري ويطالبون هؤلاء المسلحين بالخروج منها، لذلك هذا الضغط الداخلي من داخل هذه البلدات مهم جدا، سيما أن الذين يريدون الخروج من تلك المناطق، والدولة وفرت الآن خطين ائتمانيين يعني مؤمنين للخروج، ولكن المجموعات الإرهابية حتى من يحاول الخروج عنوة عنهم يطلقون عليه النار، وكما هو واضح يعني قتلوا العديد من المدنيين الذين حاولوا الخروج، وبالتالي المدنيين أيضا هجموا على من أطلق النار وقتلوا أيضا عدد من المسلحين ويرفعون العلم السوري. يعني هذا بطبيعة الحال يعني بتقديري سيقرب كثيرا إمكانية أن تنتهي مشكلة الغوطة الشرقية وتحريرها بالكامل. هذا هو الوضع الآن بتقديري، يعني لن يطول الوقت كثيرا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا دكتور إبراهيم زعير أستاذ الإعلام بجامعة دمشق. اتهمت سوريا النظام التركي بمواصلة عدوانه على مدينة عفرين، حيث قصفت المدفعية التركية قرى منطقة عفرين ما تسبب باستشهاد 3 أطفال من أسرة واحدة. في الوقت نفسه أعلنت مصادر عسكرية وصول تعزيزات عسكرية من قوات سوريا الديمقراطية قادمة من شرق سوريا إلى منطقة عفرين للتصدي لما يسمى بعملية غزن الزيتون التركية. وتأتي هذه التحركات بعد إعلان القوات التركية سيطرتها على بلدة جندريس الاستراتيجية في منطقة عفرين. قام المفوض السامي للاجئين بالأمم المتحدة فيليبو غراندي بزيارة مخيم للاجئين السوريين في بعلبك شمال شرقي لبنان، وأكد غراندي أن العنف والزواج المبكر هما أبرز التحديات التي تواجه النساء اللاجئات في المخيم. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قام مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بزيارة مخيم اللاجئين السوريين في لبنان برفقة هنري تافوري المديرة الجديدة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف. المسؤولان الأمميان تحدثا إلى سيدات فررن من الصراع في سوريا، حيث أشار غراندي إلى أن العنف والزواج المبكر يمثلان أبرز التحديات التي تواجه النساء في المخيم. التحديات الأكبر 2، أحدهما العنف ضد النساء والأطفال، وغالبا ومع الأسف العنف الأسري،
ثم الزواج المبكر. وفي الوقت الذي تتحدث فيه مصادر لبنانية عن بلوغ فاتورة استضافة اللاجئين السوريين نحو 18 مليار دولار منذ عام 2011، دعا جراندي العالم إلى مساعدة لبنان على تحمل هذه المسؤولية. نعلم جيدا مدى صعوبة هذا الوضع بالنسبة للبنان، ولقد أتينا إلى هنا لمناشدة العالم بمواصلة مساعدة لبنان على تحمل هذه المسؤولية الكبيرة. ويستضيف لبنان الذي يبلغ عدد سكانه قرابة 4 ملايين نسمة نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، وبحسب الأمم المتحدة فإن هؤلاء اللاجئين يعيشون في فقر مدقع، إذ يعيش أكثر من 3/4 يوميا على أقل من 4 دولارات. أعلن الجيش اليمني نجاح قواته في تحرير جبال الأدمخ والواقعة ضمن سلسلة يام الجبلية التي تطل على الطريق الرابط مع محافظة الغوف. في غضون ذلك قتل 100 عنصر من ميليشيات الحوثي في غارات لمقاتلة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في محافظة الحديدة بجبهة الساحل الغربي لليمن. وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية مكثفة على مواقع تمركز لميليشيات الحوثي بمديرية الجراحي في محافظة الحديدة بجبهة الساحل الغربي لليمن، ما أسفر عن مقتل 100 عنصر من الميليشيات بالإضافة إلى تدمير آليات ومعدات عسكرية. أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أنه يمكن تحقيق إنجازات كبيرة حال عقد مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو القادم، وفقا لما ذكره مستشار الأمن الوطني للمكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية جونغ وي يونغ. من جانبه أكد ترامب في تغريدة له على تويتر نبأ اللقاء الذي يعد الأول بين قيادتي البلدين، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ أبدت استعدادها لنزع سلاحها النووي ووقف إجراءات أي تجارب صاروخية، إلا أنه أشار إلى استمرار فرض العقوبات لحين التوصل إلى اتفاق. رحب رئيس الوزراء الياباني تشينزو أبي بما أبدته كوريا الشمالية من تغيير لموقفها بشأن برنامجها النووي والباليستي، إلى أنه دعا المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على بيونغ يانغ. من جانبه أشاد رئيس كوريا الجنوبية مون جي أن بالقمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية، وصفا إياها بالحدث التاريخي بالنسبة للسلام في شبه الجزيرة الكورية. وقال الرئيس الكوري الجنوبي إن اللقاء المرتقب من شأنه وضع نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية في مساره الصحيح. ختاما لنشرتنا هذا تذكير بأهم العناوين. خلال مقابلة مع أكسفورد بيزنس جروب، الرئيس السيسي يؤكد أن شباب مصر هم أعظم مواردها وأنه يعمل على الاستفادة من إمكاناتهم. الأمم المتحدة تقول إن 50,000 مدني نزحوا بسبب القتال في الغوطة الشرقية خلال شهر واحد. الرئيس ترامب يوافق على عقد قمة تاريخية مع زعيم كوريا الشمالية في مايو القادم مع استمرار العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ. وصلنا إلى ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.